أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الفنان الكبير توفيق العشا، الشهير افتح يا سمسم وملسون، ومعلومات وحقائق لأول مرة عنه. ولد الفنان توفيق العشا في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 26 من فبراير العام 1948. والفنان الراحل توفيق العشا متزوج وله ولدان، وكان يلقب بأبو رزان. غيب الموت الممثل السوري توفيق العشا في مستشفى الأسد الجامعي عن عمر ناهز 70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. وكان توفيق العشا ممثلا منسيا وغائبا عن الأضواء منذ أكثر من 11 عاما. لدرجة أن كثير من الناس فوجئوا بخبر موته لأنهم ظنوا ميتا منذ زمن. وفي آخر سنوات حياته بقى في منزله واكتفى بمراقبة الأوضاع التي مرت بها سوريا منذ عام 2011. إضافة لحالة العزلة التي عانى منها في ظل ما يصفه محبوه بالإهمال الرسمي خاصة من نقابة الفنانين. وكان الفنان توفيق العشا أحد النجوم الكبار في السينما والدراما السورية في فترتي السبعينيات والثمانينيات ومطلع التسعينيات. وبدأ مسيرته مع الفن عام 1961 عبر المسلسل التلفزيوني رابع العدوية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية إلى جانب نخبة من نجوم الفن في سوريا كدريد لحام ونهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي ورفيق سبيعي وزياد مولوي وآخرين. واشتهر بأعماله في الدبلجة الصوتية في البرامج المقدمة للأطفال ومن أشهرها. برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم الذي قدم فيه شخصية الطائر ملسون التي برع من خلالها بتقديم مجموعة من الأغاني الهادفة للأطفال. والمسلسلين الرسوميين الوميض الأزرق وحكايات عالمية. وبسبب صوته المميز قدم أعمالا كثيرة للإذاعة والدبلجة في الثمانينيات من القرن الماضي. كما قدم توفيق العشا عشرات الأعمال الدرامية بعد صعود نجم الأعمال السورية خلال فترة الثمانينات.
فبرز إلى جانب الممثل السوري ياسر العظمة في معظم أجزاء مسلسل مرايا. ومسلسل يوميات مدير عام التي شارك فيها إلى جانب الممثل السوري أيمن زيدان ليختفي بعد ذلك عن الساحة شيئا فشيئا. بدأ الفنان الراحل توفيق العشا حياته الفنية في المسرح، وقدم عدة مسرحيات، ولكن مسيرته المسرحية لم تدم طويلا، فقد جذبته الإذاعة والتلفزيون والسينما ليعمل فيها. ومن مسرحياته حفلة سمر من أجل 5 حزيران، لا تسامحونا، الحب، عطر المرأة، فرح الشوق. ومن أهم الأفلام التي شارك فيها الانتفاضة، أبو عنتر بند، غابة من الأسمنت، أيام في لندن، الصديقان، الرجل الصامد، حبيبي مجنون جدا، فتيات حائرات، لعبة الحب والقتل. واشتهر الفنان توفيق العشا بثقل صوته، ما جعل المخرجون يختارونه للقيام بأدوار الشر. وشارك في عدد لا يحصى من المسلسلات الإذاعية، لعل أهمها حكم العدالة الذي كان ولا يزال يبث عصر كل 3 عبر إذاعة دمشق. وبعد رحيله نعاه الكثير من الفنانين، لكن المخرج مؤمن الملا كتب لهم: لا أعتقد أيها الأصدقاء أن المديح والعرفان وإطلاق التسميات التي لم يسمعها قبل موته ستريح روحه الحزينة. وتوفي الفنان الكبير توفيق العشا صباح يوم الجمعة 19 من أكتوبر عام 2018 في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناته الطويلة مع المرض.